كنتفاجئوا واحد التوقيت اللي هو ليلي انهم كيتبتوا هذا اللاقيت هذا. السيده راه غادي تسكر واحد الضرر على الاطفال وعلى الساكنه برمتها. مايمكنش الواحد يدوز حياته وهو كيخلص واحد السكن باش يتفاجئ يفتح النافذه ديالو وجبان اللاقيت قدامه. اللاقط هذا فوق الرؤوس ديالهم، والطامة الكبرى ان احتمال كبير ان يكون الشبكه الجيل الخامس ديال الاتصالات، وهذه غادي تكون الفظيعه اكبر واكبر. انا اول حاجه نساكنة هذا الحي وعندي ثلاثه الابناء ديالي من السنه الاولى ديالهم ما كيدرسوا في هذه المؤسسه، الكبار ديالهم كيقراو في الاعدادي، وهانتوما كتشوفوا الاقسام في الاعدادي راه ما كتبعدش على اللاقط بزاف. كنتفاجئوا في واحد الساعه اللي هي شدت المؤسسه واحد التوقيت اللي هو ليلي انهم كيتبتوا هذا اللاقط هذا. تفاجئنا حنا كاملين، ما عندنا لا اعلام كساكنه لا اخبار لا حتى شي حاجه. كنسائل شكون هي الجهات المسؤوله اللي عطات هذه الرخصه، ولا كانت هذه الرخصه كتعطى من طرف المنتخبين؟ هذا الشيء هذا راه عيب، حنا اللي صوتنا عليكم وصلتوا هذاك الشيء بالتعاون معنا، ثقنا فيكم، الثقه ديالنا اللي وصلت لكم من تما، ومع ذلك ما احترمتوش لا مواطن لا حتى شي حاجه. مايمكنش الواحد يدوز حياته وهو كيخلص واحد السكن باش يتفاجئ يفتح النافذه ديالو وجبان اللاقيط قدامه. هتقول لي اللاقيط شنو معنى اللاقيط؟ جميع الشركات كتعرف التاثير ديالها على المدى البعيد، على المدى البعيد راه حنا ولادنا باقي صغارين باقي في اطار النمو، ما يمكنش يجي يقول لي واحد الانسان اللي حقا ما عندها شي تاثير. حنا مع بعضياتنا كنطالب هاد المسؤولين يفتحوا اي باج علمي ويقراوا على التاثير ديال هاد اللاقيطات هادو ويرحمونا. رحمونا، رحنا تحنا مواطنين في هذه البلاد هذه، أي بلاد كتحترم نفسها ما يمكنش تعطي هذه الرخصة هذه. وهذا الشيء اللي غنقولوا، وحاسبنا الله ونعم الوكيل، حاسبنا الله ونعم الوكيل. حنا كمؤسسة واش اللاقيط كيتحط ما بين مؤسستين دراسيتين بيناتهم وحدة إعدادية وجوج إعداديات وابتدائي، وحدة ولا كخيش، يعني الأطفال باقي عاد عندهم 3 سنين، واش هذا معقول؟ شكون عطى هذه الرخصة؟ انا بقيت استغراب تام. كنشوفهم في الجبال، كنشوفهم بالطالب من الساكنه، بالحق هي تجي تفرض عليك كامر واقع، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم، انا من السكان ديال هذا المجمع السكني فضل الله، عندي جوج ديال وليداتي كيقراو في هذه المؤسسه التعليميه الخاصه، وفي شهر 8 وفي غفله من الجميع كنكتشفوا هذا العمود اللي هما كتشوفوه هنايا انفاس ديال اللاقط ديال الشركه ديال الشركه مشاركه ديال الاتصالات. هذا الشيء هذا عنده علاقه بالاطفال ديالنا اللي كيقراو هنايا، وحنا عندنا اعتقاد راسخ بان هذا الشيء هذا راه غادي يشكل واحد الضرر على الاطفال وعلى الساكنه برمتها. وبهذه المناسبه انا كنناشد المسؤولين في البلاد والغيورين على الاطفال والطفوله ديالنا، لان حنايا مع بعضياتنا كنبداو ننبهوا الاطفال ديالنا ما يمكنكمش تلعبوا بالتليفونات، ما تستعملوهمش، كنقيلوا نهار في هاد المونولوج هذا، وفي الاخر كنجبروا هاد الشيء هذا لا يبتعدوا سوى بمتر او مترين عن الحائط المؤسسه. كيفاش غادي يكون هاد اللاقط هذا فوق الرؤوس ديال الابناء ديالنا؟ انا كنناشد جميع المسؤولين ان هاد اللاقط هذا كون كانوا يستشروا معنا، راه حنا عندنا افكار الحمد لله، كاين هنا ديزانجينيور، هنا الناس هذا 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 الحي السكني في ناس ممتازين، كون تم الاستشاره ديالهم كنا فعلا نوصلوا لواحد الحل اللي يرضي جميع الاطراف، حتى من الناحيه الجماليه. هل يعقل ان هذا الشكل الهندسي البشع جدا قدام واحد المؤسسه تعليميه ومؤسسه واحده اخرى هي ديال واحد الاعداديه، وحتى العرقله ديال حركه السير، زائد ان كاين واحد المشروع غادي يكون هو اللي تما، ربما السيد هنايا الا كان موجود معنا يقدر يتكلم عليه، لكن غادي يتضرر منه بشكل كثير، كون كنسحب له غادي يكون هادشي هذا كاع ما يشري هاد البقعه هذه هنايا. ولهذا الكلمه الاخيره وديالي باسم الساكنه ديال فضل الله، كنناشد بحراره وبقوه المسؤولين ديال البلاد يوقفوا معنا، راه حنا كنحسوا بواحد الحقره بواحد الحرقه بواحد المراره للابناء ديالنا. 4 سنوات 5 سنوات هذا اللاقط هذا فوق الرؤوس ديالهم، والطامه الكبرى ان احتمال كبير ان يكون من الشبكه الجيل الخامس ديال الاتصالات، وهذه غادي تكون الفظيعه اكبر واكبر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
ليصلكم كل جديد.